جيدة بالنسبة لنا مهمة أن نكون في هذا المعرض الدولي للسبور بيان إتر اللي هو صراحة كيأميليوري زعما التظاهرات الماجية اللي كاينة عندنا وهاد لي بارتنير اللي كيكونوا هنايا اللي كيعاونونا حتى حنايا كديزاتليت أننا نديفلوبيو من الرياضة المغربية ديالنا واللي يشاركوا يكونوا في مهمة زعما مزيانة باش أننا نمثلوا بخصوص أنه كاينة كوب دي موند 2025 صراحة هذه التفاتة مزيانة باش أنه نعطي واحد الصورة ونعاونوا الرياضة المغربية ديالنا في التطور. كنسقيو إذاعات معايد أفريقيا أسبوع مع هذا التقييم الصالة هذا تحفيز سيدينا زيدو قدام صالة عندنا بدوية دعم مع مزايا عندنا أيا بيام بيبي سيدو ليون زيد صالة كنا واحد وصاب ما يبي بإننا عند زيبو ما يدد ميدايات هو تحديب عدد أيقام قياسي. أول تجربة هذه في المعرض أنا من ناحيتي تجربة très intéressante لأنه c'est un salon qui jume les acteurs ديال le sport à travers le Maroc et on voit effectivement que c'est un secteur اللي هو دابا كاينين les acteurs effectivement des acteurs dynamiques les خدامين في le secteur du sport. Donc voilà, alhamdoulilah, c'est une belle expérience. On est distributeur d'une marque belge, d'origine belge, qui fait des solutions de boissons chaud et froid et qui a un label éco-responsable qui s'appelle le label B Corporation. وهي هاد لا مارك هادي كتحفز الناس على باش ما يبقاوش يستعملوا البلاستيك مادات البلاستيك بزاف ويديروا لي سوليوشن ديالهم مزيانه للبيئه لان كيديروا لي سوليوشن ديالهم في اون سوليوشن اللي كيغسلوها بالليل وعاود كيردوا لا بواسون ديالهم لو لوندومان وهاد لا مارك كتقدم دي برودوي للصغار والكبار.